الغيث ذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء أو خلسة المختلس إذ يقود الدهر أشتات المنى تنقل الخطو على ما يرسم سفرا بين فراد وثنى مثلما يدعو الوفود الموسم والحياة قد جلل الروض السنا فطغور الزهر فيه تبسم وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس في ليال كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر مال نجم الكأس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر وطر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر حين لذ الأنس مع حلو اللمى هجم الصبح هجوم الحرس غارت الشهب بنا أو ربما أثرت فيها عيون النرجسي.